ففي البداية كده لو حد شاف سيارة في الحلم ده معناه ايه؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بصي، السيارة في المنام سيرة ومسيرة. يعني ايه؟ يعني سيرة البني آدم اللي هي يعني سمعته والناس بتتكلم عليه بالصالح ولا بتتكلم عليه بالطالح زي ما يكون، والمسيرة بقى دي السيرة. المسيرة اللي هي حياته بقى ومشيتها، سواء كان متزوج، كان أعزب، كان مثلا بيشتغل، على حسب تفسير المنام بتاخدي التفسير بتاع السيارة. كل ما كانت السيارة شكلها جميل وفخم وماركة عالية وكده، كل ما كانت حياته ألطف وأحسن واستقرار أكتر، وفي زهوة في حياته. بس بقى إيه، ما يبقاش فيها أي حاجة تلفت نظرك، عطل، خدش، مش عارف إيه، حاجة زي كده. دي الحاجات اللي بتوقف الخير اللي هو مفروض ماشي في حياته.